اليوم راح أعرض عليكم أفضل منتجات اللي طلبتها من موقع أمازون اللي هي قطع الأثاث وخصوصاً قطع الأثاث الكبيرة. شوفوا هذا الفيديو للنهاية. مرحبا، معاكم زهراء. لا تنسون الاشتراك بالقناة وضغطون على زر اللايك وجرس التفعيل عشان يوصل لكم كل ما هو جديد من قناتي. اليوم أنا وياكم راح أتكلم معاكم عن أفضل منتجات طلبتها من موقع أمازون اللي هي قطع الأثاث. طبعا أنا أول ما أجيت الأمريكا على أساس أن أثث بيتنا، رحنا للمحلات الموجودة يمنا، ما شفت القطع الأثاث اللي أنا أريدها، وكم من محل يعني، والمحلات الثانية تكون كلش بعيدة علينا، يعني سالفة ساعتين ثلاثة. فشفت هنا أن الناس كلها تطلب أونلاين، سواء قطع الأثاث، الملابس، حتى الأدوية، يعني كل شيء أونلاين. فأمازون هنا هو الموقع الأول بأمريكا الناس كلها تطلب من عنده. والأحلى من هيك بعد أن القطعة إذا أنتوا شفتوها وحبيتوها، في أكثر من بائع يبيع هاي القطعة، فتقدرون تقارون الأسعار وتشوفون الناس الريفيو عليها. اخترت لكم 8 قطع وراح نبلش من 8 لين 1، وآخر قطعتين هما أفضل قطعتين وأحلى قطعتين وأنا أدماير فيهم. فخلونا نبلش. قطعة رقم 8 ما راح أسميها أنها قطعة أثاث، هي مكملة اللي هي أوجه للمخدات للصالة مالتي. طبعا أنا القنفة لما اشتريتها أو الصوفة اللي اشتريتها ما كانت عجبتني، المخدات الموجودة فيها كان لونها أصفر، فما كنت حابة هاللون، فدورت على أمازون ولقيت هذيلة وطلبتهم. طبعا روعة، القطعة فخمة وهاي كواليتي، حتى السحاب أو الزنجيل احنا نسميه كلش رهيب، يعني الخياطة والديزاين والقماش رهيب، يعني يعطيها 10 من 10، ولونها كلش حلو وإجا مع الصوفة، يعني تغيير جذري غيرها، حتى يعني لونها صار تحسه أفتح، يعني كانت مغمجة اللون الأصفر كان مغمج الصوفة. كل القطع اليوم اللي راح أذكرها راح تكون موجودة بصندوق الوصف، خافي شفتوا شي يعني حبيتوا أو حابين تطلبونه في صندوق الوصف، خليت لكم كل الروابط اللي أنا راح أذكرها اليوم. المنتج رقم 7، هذه اللي هي ساعة الحائض الذهبية، ما في أحد ما بقى ما سألني عليها ويقول لي من وين أنت جايبتها، كلش حلو، خصوصا أنا حاطتها بالصالة، يعني أول ما تفتحون باب الصالة تشوفونها بوجهكم. الحلو فيها إنها كلش خفيفة، الديزاين مالتها غريب وشكلها هاي كواليتي، يعني من تشوفونها إنها مبينة ثقيلة. والأحلى الأحلى من هيك إنها هي بدون صوت، منو مثلي ما يحب صوت الساعة تك تك تك؟ اللي مثلي يكتب بالتعليق تحت، كلش يعني انزعج من عنده، خصوصا لما اكون قاعدة مثلا بروحي بالصالة واسمع صوتها يضايقني. هذه بدون صوت، هاي احلى شيء انها سايلنت، ولونها حلو، لونها الذهبي اللي انا اريده، لان كل الاكسسوري مالتي بالصالة او بالغرف سويتهم ذهبي. رقم 6 اللي هي مراية الغرفة مالتي، المراية اللي أخليها فوق الدريسر، شكلها كلش غريب، عجبني وايد وايد وايد، قياسها تقريبا 30 إنش، مو وايد كبيرة، يعني حاليا أنا ما حبيت إني أطلب وايد كبيرة، حبيتها إنه بس تكون كديزاين على مود ما أخلي الميكب هنا، يعني إذا خليت الميكب على الدريسر راح أوسخ الدريسر مالتي كله ميكب، والدريسر مالتي زجاج أو مرايات، فشنو أسوي؟ إنه أحط الميكب بالجهة الثانية، خلت لي يعني مراية ثانية، وثقيلة كلش ثقيلة هذه المراية. وراح تشوفون أصلا إذا أنتوا دخلتوا هسا على موقع أمازون راح تشوفون هاي الغراض، راح تشوفون تعليقاتي أنا مصورتها وحاطة تعليقاتي على كل واحدة من عندهم إني أنا شقد حابتهم. رقم 5، هذه القطعة اللي هي اللي يقولون عليها الكوفي تيبل أو هي طاولة القهوة، اللي هي الطاولة اللي تتخلى على اللي تتخلى بين القنفات إذا، فهذا الديزاين أنا وايد حبته. وين شفته بنترست، وأسعاره كانت كلش غالية، تقريبا سعرها 2000 أو 1500 1800 راح تشوفونها، فأنا خلاص حطيتها في بالي إنه أريدنها، فظليت أدور بأمازون أدور لين ما لقيت شبيهة إلها، مو بالضبط نفس اللون لكن نفس الشكل، وبسعرها يمكن اشتريتها ب 180 او 160 بحدود ال 200، يعني هيجي ماكسيموم ما تصعد ال 100، تقريبا قياسها 35 انش يعني المحيط الدائره، وحطيتها وين؟ حطيتها بالبيسمنت، لان انا مشتريه بالبيسمنت سكشنال صوفا، او هي الصوفا اللي شكلها حرف ال L، ودائما الانتيريال ديزاين يقولون الى شكل ال L تحلو انكم تخلونها طاوله دائريه، فعلى مود هاي انا اشتريتها وايد حلوه. اللون مالتها يسمونه واش جراي، انتم من بعيد تشوفونها كانها جراي الفاتح، لكن لما تجون قريب منها تشوفونها على البيج وفيها بياض، صورة تختلف عن الحقيقة، يعني الحقيقة أحلى
شكلها من الصورة. الصورة لو تشوفونها الحين بالامازون مبينة فيها شلون الاورنج او اللون الوردي، لكن هي لا، هي لونها بيج ولونها جاي على الجراي وبيها ابيض، يعني اللون اللي انا احبه. نجي للمنتج رقم 4 اللي هي الثريا هذه، او ما اعرف شنو يسمونها، بس هذا المصباح او اللايت. اوكي، انا خليته وين؟ بالمدخل مالت البيسمنت، لان البيسمنت مالتنا من ورا المدخل للبيت، من ورا لما تدخلون عندنا شويه السيلينج مرتفع، فهذه وايد حلوه. اللون مالتها انتيك جولد مثل ما انتم هسه قاعد تشوفونها، لونها خطير. واحلى شيء ان الارتفاع مالتها تقدرون تسوونها طويله، تسوونها قصيره، وبعدين تقدرون تشترون مثلا من عندها ثلاثه تحطونها فوق طاوله الطعام او الطاوله اللي بالمطبخ، يعني شكلها كلش حلوه وهاي اند كواليتي، وسعرها ارخص من ويفر. اذا تعرفونه موقع همه مال اثاث، سعرها ارخص من عنده، يعني ربع السعر انا شفتها هنا بامازون عن ويفر. فانا دائما احب اقارن الاسعار قبل ما اشتريها. رقم 3، طبعا قربنا عند اخر افضل قطعتين عندي. رقم 3 اللي هي الطاوله الجانبيه للصاله. كنت ادور على شيء غريب وشيء حلو، فطولت على ما لقيتها، واخيرا لقيتها. شكلها هاي اند كواليتي، وايد حلوه، يعني المحبين اللون الذهبي هاي خطيره الصراحه. تجي قطعتين، القطعه الكبيره الطاوله مثل ما انتم شايفين تكون كبيرة، حجمها يعني كبير حلو، وتجي الطاولة الثانية اللي هي الصغيرة تحتها، اقدر اخليها تحت الطاولة الكبيرة بالمر يعني كلش، او اخليها شوية طالعة لي برا من يجي لي ضيوف يردون يشربون شاي قهوة، على طول اخذ الصغيرة وحطنها يمهم. والحلو لو تشوفون انتم الوجه مالتها عبارة عن مراية، ومو اي مراية عادية، يعني مو المرايات العادية، لا، تكون المراية هاي اللي فيها الانتيك، ويجي هذا اللون ذهبي حديد، فيعني وايد حلوة وتركيبها كلش سهل. Oh my god، وايد حبيتها هاي. واخيرا وصلنا على اخر 2، منتج رقم 2. هذا منتج رقم 2 انا نطرته وايد، كنت ناطرة واحد بويفر لكن لقيته بامازون احلى وبنص السعر، اللي هي الطاولات على جانب السرير. هذه الطاولات الجانبية انا بعد بالامارات كانت عندي نفس الشيء، مرايات، وهم اجيت هنا طلبتها. نصيحة مني، انتو اذا تبون تأثثون غرفة النوم لا تشترونها كلها قطعة واحدة، يعني الطاولات اللي على الجوانب مع الدريسر مع السرير يكونون كلهم نفس الشيء، تبع لكلام الانتيريال ديزاين انه يفضل ان كل وحدة قطعة مختلفة، لكن اكيد لازم تعرفون شلون تدمجون مع بعض. هذه القطعة خيال، تجي مرايات من فوق لتحت على اطراف، راح تشوفون خشب، يجي هذا الخشب 3 الوان، انا اللي اخترته اللي هو الوايت واش، يجي كأن الخشب مصبوغ ابيض وكأنه هيك مخدوش او شيء، يعني من بعيد تشوفونه اللون بيج، تشوفونه اللون ذهبي، في من عندها يجي نفس الديزاين يكون لونه رصاصي، او الديزاين الثالث اللي يكون هو بس رصاصي، راح احط لكم اكيد الرابط تحت وشوفوا كل الديزاينات. شكلها روعه، الادراج فيها واسعات، انا وايد احب الطاولات اللي على جنب السرير انها تكون فيها ادراج، وخصوصا 3 ادراج، ما احب يكون انها كبت عادي على مود يشيل غراب وايد. ولو تشوفون اللي هي المقبض مالت الادراج انا غيرتها، كانت بلاستيك على شكل ورده، لكن انا بعد طلبتهم من امازون يجون كريستالات حجمهم كبير، فغير شكلها وعطاها هيجي هاي اند كواليتي. يعني انا وايد فرحانه كل مره ادخل الغرفه اقول الحمد لله اني لقيتها واشتريتها، واشتريتها بسعر كان كلش رخيص، تقريبا كانت بويفر لما شفتها سعرها 400 او 600 القطعه الواحده، اما هنا اشتريتها يمكن 180 200. نجي لاخر منتج، احلى منتج، وهذا اشتريته مؤخرا، اللي هي الثريا اللي تنحط على طاوله الطعام. اشتريتها لطاوله الطعام الموجوده بالبيسمنت، يعني هي الحين قدامي قاعده اصور وهي موجوده قدامي، القياسها 37 انش الطول مالتها، فرهيبه الالوان اللي فيها شلون حلوه، فوق القاعده وتحت يجي، يعني فوق يجي اسود وتحت يجي شلون الذهبي الانتيك اللي كانه محروق. والاحلى من هيك طلبت لها هذه اللايتات، طبعا تجي بدون لايتات، الليت هذا الليت يسمونه اديسون، لونه ذهبي، فيعني من تفتحونه يعطي اوه ماي جاد، يعني يعطي هيجي اناره، يعطيك كلاسيك على رومانتيك، يعني جو كلش حلو، وشكلها وايد حلو وانتيك. طبعا لقيتها بامازون،
سعرها خيالي من هذا التاجر، راح احط لكم اياها الرابط، يعني لقيتها بمكان ثاني بامازون دبل السعر اللي انا اشتريتها. فشوفوا السعر وراح تنصدمون معاي ايش قد سعرها، يمكن 160 هيك سعرها مو اكثر. تجار ثاني يبيعونها بامازون تقريبا على 300 و400، كانت وايد خاطري فيها، شفتها بعد بموقع بنترست وايد مستخدمينها، فقلت لازم اجيبها. ان شاء الله استفدتوا من هذه المنتجات اللي انا عرضتها اليوم، كتبوا لي بالتعليق شنو المنتج اللي جذبكم او عجبكم وليش.